موضوع اليوم ما حكينا عنه من قبل، حكينا عن العثور على البيانات والمصادر، عن تنظيف وترتيب البيانات وتحليلها والتقنيات المتوفرة، ولكن اليوم رح نشتغل سوياً على شيء جديد. أنا متحمسة وبتمنى أنه أنتوا أيضاً تكونوا متحمسين، فيلا نبلش سوا. مرحبا جميعا، معكم سارة حطيت من جديد. للأشخاص اللي عم يحضرونا لأول مرة، هذه هي سلسلة من الفيديوهات حول صحافة البيانات. ممكن تروحوا لخانة الفيديوهات لتتابعوا الإصدارات السابقة، وإذا بدكم يوصلكم أي شيء جديد ممكن تشتركوا معنا على القناة. أما اليوم رح نكون عم نتعرف على العرض البصري للبيانات. فشو بيعني Data Visualization أو العرض البصري للبيانات؟ هو تحويل البيانات إلى تصميمات بهدف رواية القصص من خلال استخدام الخرائط، الجداول أو الرسومات البيانية. مثلاً إذا عرضنا عليكم هيدي الداتا سيت، داتا يلي عم تشوفوها هلأ على الشاشة هي حول الإصابات بكوفيد 19 عالمياً، هي داتا ضخمة جداً، وإذا أعطيناكم أي سؤال طلبنا منكم إجابة عنه من الصعب الوصول إلى نتيجة. ماذا لو بدل عرض هيدي البيانات قمنا بتحويلها إلى شكل معين لتسهيل قراءة الأرقام والمعطيات من جهة؟ فبهذا التصميم يلي نشره موقع البي بي سي عم يعرض تزايد حالات الإصابات بفيروس كورونا في الدول الأوروبية بالأسابيع الأخيرة. من خلال قراءة هذا التصميم البسيط منلاحظ أنه أكثر شيء ملفت بهذا الرسم أنه فرنسا عرفت ارتفاع حاد ثم تراجعت، وهذا ما كنا فينا نعرفه لو ما عرضنا على الجمهور البيانات بهذا الشكل. إذن العرض البصري للبيانات هي أداة نحن منستخدمها لاستخراج الأفكار والخبايا الموجودة بالأرقام. حول هذه البيانات بطريقة بصرية لكون عم سهل للجمهور معرفة النتائج اللي أنا توصلت لها. قبل ما نبلش نحن بمرحلة تصميم البصري للقصة المدعومة بالبيانات، في عنا بعض النصائح اللي ممكن نحن ننتبه لها ليكون في عنا قصة جيدة ومهمة. العنصر الأول، تأكد إنه نحن أتممنا جيداً عملية التنظيف والتحليل. تحديد الجمهور، من هي الفئة المستهدفة؟ هل الفئة المستهدفة هي معودة على هذا النوع من التصاميم للبيانات؟ أو لا؟ نحن كيف بدنا نشر قصتنا؟ هل القصة رح تكون هي فيديو؟ أو عرض تفاعلي؟ أو هي ضمن صحيفة؟ أو موقع إلكتروني؟ أما النصيحة الأخيرة هي حدد الأشكال والرسوم الأنسب للقصة يلي عم بشتغل عليها. حتى تصوير هيدا الفيديو ما زال فيروس كورونا منتشر عالمياً، وهناك العديد من المواضيع الصحفية القائمة على البيانات قدمت للمشاهد تفسيرات مبسطة حول هيدا الفيروس. التصاميم الوصفية يلي هي عم تعرض النتائج يلي توصلنا لها، مثلاً هيدي الخريطة يلي عم نشوفها هي عم تظهر الحالات الإصابات بفيروس كورونا عالمياً. التصاميم المعلوماتية يلي بتسمح للقارئ باستكشاف أو بتكون عم تقدم له خدمة، مثلاً من بروبابليكا هيدي الخريطة التفاعلية تسمح لنا بمعرفة عدد الوفيات والحالات المصابة عند الضغط على المناطق المحددة. والنوع الثالث اللي هو التصميم التفسيري الاستكشافي، هيدا التصور البياني عم يظهر لنا تحليل البيانات الاستكشافية لعدد الحالات المتعافية في الصين. وإذا بدنا أكثر نكون عم نقدم التصاميم اللي هي بتتضمن تحليل البيانات بشكل عميق، في عنا هيدا نموذج يلي بيظهر لنا الشباب يلي عندهم شعور متزايد في القلق. هيدا العرض البصري بيتضمن العديد من المكونات، وهيدا النوع من التصاميم هو بيدفع القارئ إلى التفكير بعمق بالبيانات المعروضة، بحثه أكثر على قراءة دقيقة للأرقام أو المعطيات المقدمة له. فهيدي هي بعض النماذج اللي نحن شاهدناها يلي ساعدت على تطور العرض البصري للبيانات، خاصة بالمرحلة اللي نحن عم نعيشها حاليا بانتشار فيروس كورونا. في عنا تصاميم بصرية للبيانات كتير متعددة ومختلفة، ما فينا نستعملها كلها بشكل عشوائي. مثلا اذا نحن بدنا نكون عم نظهر التغيير عبر الزمن، بنستخدم الرسوم الخطيه لمعرفه تبدل هيدي القيم وفق المده الزمنيه. في حال القيم اللي بدي اعرضها على الجمهور هي قائمه على المقارنات والترتيب، بنستخدم المخططات الشريطيه العموديه والافقيه لترتيبها وتقديمها. اما في حال النتائج توصلنا الا هي مرتبطه بالمكان الجغرافي، بنستخدم الخريطه، اما مع تدرج الالوان لتفسير الفوارق والقيم المختلفه، او بنستخدم حجم الدوائر الكبيرة والصغيرة لدلائل محددة بالنتائج اللي عم نعرضها.
وإذا نحن بدنا نكون عم نظهر جزء من الكل بنستعمل المخطط أو التصاميم الدائرية لإظهار النسب المئوية مثل هيدا المثل الموجود قدامنا. أما الشكل الأخير اللي نحن ممكن نستخدمه لإظهار الارتباط بين عدة قيم ممكن نستخدم المخطط المتناثر. هيدي بعض العناصر الأساسية نحن نبلش نقدر نقرأ البيانات أو استكشاف الداتا البصرية ونقدم عناصر بصرية للمشاهد قائم على البيانات هادفة واضحة ومهمة. شكراً كتير أنه أنتم تابعتونا حتى نهاية الفيديو، ولوقت ما نلتقي بالفيديو الجاي ما تنسوا تشاركونا آرائكم بخانة التعليقات وتخبرونا إذا عندكم أي أسئلة تشتركوا بالقناة.